مشاهدينا، ناقشنا بالأمس موضوع اللحوم الفاسدة والتي تم ضبطها مؤخرا في البلاد، وكان لقاءنا مع النائب علي المقلى والدكتور السعيد محمد حسين رئيس مجموعة فحص اللحوم بالمسلخ المركزي. وبما أن هذا الموضوع يستحق منا المتابعة والتعمق في معرفة ملابساته، حرص البرنامج أن يستكمل النقاش حول اللحوم الفاسدة لحلقة اليوم، فكونوا معنا في هذا اللقاء التكميلي لموضوع اللحوم الفاسدة. أهلا بكم من جديد، وما زلنا معكم في برنامج هني في البحرين. وعودة للسيد علي المقلى، سعادة النائب، بالتأكيد الحديث حول اللحوم الفاسدة في مملكة البحرين يطول، ولكن كما علمنا يعني هناك حكم بالإدانة للأشخاص المسؤولين عن هذه الشركة، ما هو الجديد في هذا الجانب؟ القريب طال عمرك مع صدور الأحكام من طبعا المحكمة الجنائية، لا زالوا الموظفين يعني يقيمون على رأس الوظيفة، لا زالوا، وهذه الصراحة محل استغراب من قبل الشركة، شلون يعني تترك موظفين مدانين ومستمرين في لا زالوا مستمرين على 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 العمل. هاي محل صراحة يعني واحد هي محل تساؤل، يعني المفروض صراحة هذه يتم محاسبتهم وتقديمهم للعدالة، ما يتركون او يطردونهم من الشركة، لان هاي الصراحة مو اول مرة، واليوم سلمك الله بعد يعني مر على المخالفات هذه اكثر من يمكن 8 سنوات، وخلال الشهر هذه 4 مرات نفس الحوادث، واليوم كذلك، اليوم بعد نفس الشيء ضبطوا، بعد يمكن ما طلع في الاعلام، لكن اليوم تم اكتشاف 14 ذبيحة فيها مرض. فأنا استغرب لوجود يعني الموظفين نزلوا على الوظيفة فعلا. يعني أنتم كمجلس النواب هل سوف تسألون الجهات المعنية بهذا الخصوص؟ لا شك، يعني طبعا ما نترك الموضوع، أكيد بنوجه سؤال إلى القائمين على أو المسؤولين عن أداء الشركة، اللي هي وزارة الصناعة والتجارة، نسأل عن يعني رغم المخالفات هذه ولا زالوا موجودين اللي عليهم يعني أحكام، لا زالوا موجودين على الوظيفة. سوف نعود لك سعادة النائب ونحاول أن نستوضح من الدكتور يعني ما هو مصير هذه اللحوم، يعني هناك لحوم تم اكتشافها أيضا فاسدة، وكما ذكر النائب اليوم أيضا، ما هو مصير هذه اللحوم خصوصا وأنها تسبب يعني ضرر على الإنسان بشكل مباشر؟ بعد الفحص بنقرر إن كانت اللحوم دياتي باص للكونسبشن أو للمستهلك أو إعدامها، يتم إعدامها بطرق صحية، بحيث إن إحنا بنحط عليها مادة اسمها مادة الإعدام عندنا، ثم تنقل من الشركة إلى مدفن في عسكر. الطريقة دي يعني المفروض، واحنا برضو طلبنا بكده، انه بيبقى في محرقة في داخل المسلخ، في كل المسالخ توجد بها محارق، يعني لكي يتم إعادة هذه اللحوم الى المسلخ مرة اخرى ويتم حرقها وتحرق والتخلص منها هيفيد، لان بقايا الحرق بيبقى سماد. فعلا، انتم كجهة معنية في هذا الجانب، هل تحققتم من يعني اين سوف يذهب او تذهب هذه اللحوم الفاسده في هذه الفتره او هذه الايام؟ بنتحقق طبعا، بنتحقق وبنتابعها، بتروح تدفن في بس في حاجه يعني ممكن الكلاب تنبش وتطلع هاي اللحوم وتاكلها، في امراض بتنتقل عن طريق اللحوم للكلاب ومن الكلاب للمستهلك. سوف أعود لك أيضا لأتحقق من بعض النقاط في هذا الجانب وأواصل مع سعادة النائب. هذه الشركة كما ذكرت هناك أحكام بالإدانة لبعض الأشخاص وما زالوا قائمين على رأس أعمالهم، هل هناك بديل لهذه الشركات وهل القانون يعني في مملكة البحرين بحسب خبرتكم في هذا المجال يحق لهذه الشركة أن تواصل عملها بعد كشفكم لهذه يعني المواد السامة؟ والله طبعا من رغم المخالفات الكثيرة على الشركة، أنا أقول على الحكومة أن تتدخل الحين وتدخل شركة ثانية وتلقي الشركة هذه، خاصة أن كثرت عليها المشاكل وكثرت عليها المخالفات،
فالمفروض طبعا تستبدلها بشركة أخرى وتنزل مناقصة في دخول، خاصة أن اليوم البحرين اليوم في تجار بحرينيين يصدرونها دول الخليج بالآلاف يوميا. البحرين صار نوع ترانزيت، تنزل الشحنات وتنقل إلى دول قريبة من البحرين. فالحمد لله تجار، في تجار كثيرين بحرينيين، كذلك في تجار خليجيين عرضوا على الشركة نفسها حتى بيبون يعني أغنام ذات جودة عالية، ولكن مع الأسف الشديد الشركة طبعا تشردهم بكثر ما تحط عليهم من شروط، وطبعا الشروط هي ما تتناسب معهم وتطلب منهم شروط تعجيزية، سلمك الله، وكذلك أسعار كلش غير مناسبة. فشركات كثيرة تقدمت ولكن مع الأسف الشديد ما تم التعامل معها. بالتأكيد طبعا سوف أوجه سؤالي لكم، لكم أنتم الاثنين في هذا الجانب. هنا في من هذا الاستوديو طبعا برنامج هني في البحرين، رأي المواطن وصحة المواطن تهمنا، لذلك نرغب في معرفة ما هي الحلول سواء من جانب المسلخ أم من جهة النواب. تفضل سان. طبعا أنا الحل الأمثل بسبب المخالفات اللي ارتكبت الشركة، على الشركة أن ترحل، وطبعا الشركة غير هالشركة هذه، لأن احنا ما نثق فيها، خاصة أن أمور كأنها تعمد لما تجيب لك شهادات، والشهادات هذه يكتشف فيها يعني الشهادات هذه غير صحيحة، خاصة أن اللي البحرين بعض أمراض فيه، شلون يعني يتم التصديق عليه وهو في مرض. فلذلك انا اشوف ان يعني الشركه سلمك الله ان ترحل الشركه وتجي شركه ثانيه غيرها افضل. اذا الربح المادي بات اهم من صحه المواطن. شعار الشركه الربح هو طبعا الربح هو هو هو, هو الـ يعني الـ فوق كل شيء، ما يهمها صحه المواطن. سعادة الدكتور المفروض يبقى في حل جذري لمشكلة اللحوم في البحرين. والله احنا يعني الإدارة او القائمين المسؤولين ما قصروا في ان ارسلوا جميع الحلول للشركة، منها ان بتكلم على اللحوم المستوردة، منها ان الرحلات تبقى دايركت عشان تبقى الوقت، عشان يبقى الوقت قليل، حتى لا نقول ان الرحلة طويلة فاللحوم فسدت. نمرة واحد. نمرة اثنين، في شاحنات او طيران مخصص لتعليق الذبائح لازم يكونوا بعيدين عن بعض، عشان برضو التكدس والتراكم على بعض بيعمل فساد. طيب الحل الثالث، ان بتيجي مكدسة وفي حاويات، الحاويات مثلا 150 بيبقوا على بعض، فالدرجة الحرارة بتفسد اللحوم. قلنا ان نحط يا جماعة في حاجات معروفة وعالميا، يتحط زي ما قلت لاير بينها دراي ايس عشان تحتفظ اللحوم. حاجة تاني، ان لحوم الحيوانات الجيدة بتستمر وقت أكثر من لحوم الحيوانات الرديئة، فلا بد أن نكون نفس الحيوانات الحية قوية. جميل جدا. يعني نتمنى من الشركة المعنية في هذا الجانب، وأيضا من يعني من الأشخاص المسؤولين عن هذا الجانب سواء من المسالخ أو من محال بيع اللحوم والتجار، أن يعني يهتموا بهذا يعني الإجراء الذي يعنى بالاهتمام بالذبائح، وفي النهاية يعود بالنفع والصحة للمواطن. كلمة أخيرة من سعادة النائب ومن سعادة الدكتور توجهونها من هذا المنبر، منبر برنامج هني في البحرين، للجمهور في هذا الجانب. طبعا أنا حقيقة ولن أشكركم، وكذلك طبعا نشكر الحكومة على الدعم السخي اللي تقدمه حق الشركة، ولكن مع الأسف الشديد طبعا الشركة يعني المفروض صراحة مثل ما قلت أنا أكرر على الشركة أن ترحل وتي شركة ثانية غير الشركة هذه، عشان ترجع ثقة المواطن في 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 أكل اللحوم مرة ثانية. تفضل سعد. والله حكاية أن ترحل، أول نعمل منافسة، بلاش حكاية ترحل صعبة قوي يعني.
فأعمل منافسة، أدخل الشركات تتنافس، بس بقى يبقى الدعم بس تتنافس بشكل سريع اهتماما في صحة المواطن، لا عشان صحة المواطن، ويوزع الدعم على الشركات، لأن أي شركات هتدخل في شركة مدعومة والشركة غير مدعومة، بس ما فيش تنافس. يعني مش المفروض، أنا بتكلم كرأي ما بفرضش على حد، أن تدخل شركات تنافسية مع بعض مع الشركة، لكن هو يمكن ساعات النائب شوية شديد أكيد، يعني مجلس النواب لهم برأي قاطع، نتنافس نتنافس والسوق هو اللي هيلفظ إن شاء الله. بتأكيد صحة جميع مواطني مملكة البحرين والمقيمين في هذا البلد تهمنا وتهم المسؤولين في هذا البلد. من منبر هني في البحرين نشكر سعادة النائب علي المقلى، ونشكر الدكتور السعيد محمد حسن رئيس مجموعة الفحص البيطري الحكومي بالمسلخ المركزي. مشاهدينا نتابع أيضا تقرير حول آراء الجمهور والمواطنين في هذا الجانب، وهو قضية اللحوم الفاسدة. لا يزال مسلسل اللحوم الفاسدة أكثر الموضوعات إثارة للرأي العام في مملكة البحرين هذه الأيام، من خلال المتابعة الإعلامية في مختلف وسائل الإعلام لهذه الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر وخطير على صحة المواطن والمقيم على حد سواء، وتشكل قلقا للمعنيين بمستقبل الأجيال. المواطن الحين صار في وضع حيرة لما نسمع المسؤولين يقولون كلام والشارع العام كلام ثاني، فالمواطن محتار يصدق من ويخلي من. لا، اللحم مسود لونه أزرق، يعني غير عن اللحم البحريني، يعني كم مرة نيجي حق الهندي أو أي شخص موجود الأسيوي نقول له يعني نبي لحم، يقول لك لا أنا إذا تبي لحم بعطيك ذبيحة كاملة. زين أنا وزوجتي يعني وعيالي اثنين، يعني 5 كيلو وستة كيلو أروح أخذ لي واحدة كاملة يعني. ما نأخذ، يعني إحنا لحم سراني ما نأخذ، أقول لك صراحة ما نأخذ، نأخذ لحم عربي، لحم سراني ما نأخذ، بعد ناجد بشولة إيه ما نأخذ. لا والله اشترونا الناس إيش معي يقول يموتون من الجوع، أكيد اشترونا. إيه مضطرين، نعم اشترونا. إحنا بعد الناكل عادي نشتري، مش نسوي مضطرين إذا ما مش لحم وش ناكل، كله سمك. السمك صعب على كل فئات المجتمع إن يقدر. كيلو السمك الحين المتوسط السعر من 6 إلى 8 دينار، فمن يقدر يومية وجبة سمك عائلة مكونة من تقريبا 8 أشخاص شكد بيكفيهم؟ هاي الراتب كله بيروح حق الغداء والسمك، فالبديل صعب في الوضع الحالي. ماذا يفعل المواطنون؟ لقد أسقط في أيدي الناس وأصبحوا بين المطرقة والسندان، بين الخوف على صحتهم وصحة أهليهم وأبنائهم، وبين الخوف على ميزانياتهم التي سترهقها وجبة سمك يومية لا تتحملها مستويات الدخل المحدودة. بالتأكيد مشاهدينا كان هذا اللقاء التكميلي لموضوع اللحوم الفاسدة الذي قمنا به بالأمس في الاستوديو مع يعني النائب المقلى والسيد السعيد المسؤول في المسلخ. يعني بالتأكيد نسعى نحن من هذا المنبر، من منبر برنامج هني في البحرين، للنظر في هذه القضايا التي تهم المواطن البحريني، ونسعى لحلها ومتابعتها بشكل يعني متابعتها بشكل يرضي الجمهور والمشاهد ويرضي جميع المواطنين. وبالتأكيد كل هذا من قبل أيضا دعم الحكومي والمتابعة المباشرة من مجلس النواب لحل هذه القضايا. ولو المشاكل بالتأكيد هناك أشياء ومواضيع جميلة خارجة عن موضوع يعني لحوم فاسدة أو أشياء تؤثر على المواطن بشكل مباشر، هناك أشياء بتأكيد جميلة. على سبيل المثال الأعراس الجماعية، ومثل ما يقول البخت ومثل ما يقول المثل يا بخت من وفق راسين في الحلال، هذا المثل المصري الجميل لما يكون الزواج راب.